بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته ورأفته وبركته من الان الى الابد امين. معادنا النهارده مع الاصحاح الثاني من سفر الرؤيا. الاصحاح الثاني والثالث في سفر الرؤيا بيضموا رسائل الكنائس السبع. والرسائل دي عباره عن بتعالج أوضاع خاصة كانت موجودة في هذه الكنائس، وهي عبارة عن رسالة موجهة لكل كنيسة. ولأن رقم سبعة رقم كامل، فبيعتبروا أن الرسائل دي موجهة لكل كنيسة في كل زمان وفي كل مكان. والمفسرين شرحوها لأنها بتمثل مرحلة في حياة الكنيسة عموما. ولو استعرضنا أسماء الكنائس السبعة هنلاقي إن ليها معاني جميلة تساعدنا في الشرح برضو. فمثلا كنيسة أفسس، كلمة أفسس معناها المحبوبة، ودي بتشير لحياة الكنيسة في الفترة الأولانية، الكنيسة الأولى، كنيسة الآباء الرسل اللي هي كنيسة الكرازة. الكنيسة الثانية كنيسة سمرنا، كلمة معناها المر، ودي بتشير لحياة الكنيسة في الفترة اللي تلت عصر الآباء الرسل اللي هي فترة الآلام والاضطهاد. الكنيسة التالتة كنيسة برجاموس، الاسم جاي من الفعل جيمي يعني التزاوج، جاي منها مونو جيمي يعني شريعة الزوجة الواحدة. فدي بتشير بقى لأن الكنيسة لما راح عصر الاضطهاد وجه الإمبراطور قسطنطين وساد السلام في الكنيسة، فحصل تقارب بين الكنيسة وبين الدولة، وتدخلت الدولة في شؤون الكنيسة، وحصل استرخاء في الكنيسة، وابتدت الكنيسة تعتمد على الأباطرة وتتكل على قوتهم، وابتدت أنها تضعف. الكنيسة الرابعة كنيسة ثياتيرا، ثياتيرا من ثياتر يعني مسرح. وهنا بقى بتورينا الكنيسة لما دخلت في عصر كله ضعف، وكان الناس عايشة في حالة شكلية مظهرية دون عبادة حقيقية وإيمان حقيقي في القلب. الكنيسة الخامسة ساردوس معناها البقية، نتيجة ضعف المحبة كتار قوي تركوا الإيمان وفضلت بقية قليلة في الإيمان. كنيسة السادسة فلادلفيا معناها محبة الإخوة، ودي اللي احنا بنأمل ان احنا نوصل إليها في القريب لما تتحد الكنائس كل بعضها مع بعضها وتبقى كلها فيها محبة واحدة. كنيسة لوديكيا يعني حكم الشعب، وهنا الكنيسة لما بتفقد شخصيتها وقوتها وتنزل لمستوى الناس وترضي أهوائهم وتتوافق مع رغباتهم، فبتضطر انها توافق على حاجات مش من الايمان يعني. فبقى عصر انحلال وضعف، وفي هذا العصر هيظهر ضد المسيح. ازاي هندرس كل رساله؟ برضو دي مقدمه اللي انا فيها لغايه دلوقتي. هندرس كل كنيسه وهنشوف كل ظروف خاصه هي عايشه فيها، دي نمره واحد. نمره اتنين هنشوف الصوره اللي المسيح بيقدم نفسه لهذه الكنيسه، لأنه في كل كنيسة بيقدم نفسه بشكل يتناسب مع ظروفها، ثم يعطيها وعد إنها لو غلب لما تغلب، والوعد ده يتناسب مع المشكلة أو الظروف الخاصة اللي هي بتمر بيها، وده بيبقى عبارة عن امتداد للشكل اللي ظهر به السيد المسيح. لكن في وعد أخير بقى لكل من يغلب، واللي هو يحصل عليه في السماء، وده امتداد للي احنا هنشوفه في المسيح، الشكل اللي هيظهر بيه. فما نحصل عليه الآن هو مجرد عربون لما نحصل عليه في السماء. نبتدي بنعمة ربنا في الإصحاح الثاني، الرسالة الأولى لأفسس. واكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع مناير الذهبية، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وهو ليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل.
لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلف فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. ظروف كنيسة أفسس الخاصة إنها زي ما سمعنا هنا في القراءة إنها تركت محبتها الأولى، يعني بردت، الغيرة والحماس الأولاني راح. هنا بيعاتبها المسيح بيقول له تركت محبتك الأولى. طيب الصورة اللي بيظهر بها السيد المسيح هنا بيقول له أنا الممسك السبعة كواكب في يمينه. يعني إيه السبع كواكب اللي هم يقصد بيهم السبع كنائس؟ يعني زي الأم لما بتحمل الرضيع في يمينها كده وتشيله وتاخد بالها منه. فبيقول له حتى أنت لو محبتك نقصت فأنا محبتي كاملة ليك لا تنتقص. وبعدين يبان السيد المسيح هنا بصورة الماشي في وسط. الماشي في وسط السبع مناير الذهبية، يعني اللي واخد باله من الشغل، يعني مفتح عينيه ولا يكل لا يكل ولا يمل من خدمة الكنيسة، واخد باله منها. فبيقول له ما تخافش، أنا دايما شايلك وعيني عليك واخد بالي من كل حاجة. هنا مشاعر محبة جميلة قوي من الرب يسوع المسيح، ودي كلها عربون اللي هنحصل عليه في الحياة الأبدية. الوعد بقى هنا اللي بيوعد به السيد المسيح بيقول من يغلب سأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. هنا بمعنى أن المسيح يعني هيتحد به اتحاد كامل ويبقى له سر الحياة الأبدية. ودي صورة من صور الحب الكامل، اتحاد العريس بالعروس اللي بيحبها والمسيح بيعطي له نفسه. وبرضو ما ننساش ان العتاب هنا رقيق برضو لما يقول تركت محبتك الاولى، يعني برضو هنا في نوع بانه بيصح فيه الاشواق القديمه، الاشواق الاولانيه، واخدين بالكم؟ ونقص الحب بيدل على عدم الشبع. فالمسيح يود ان لو كل كنيسته تفهم ان هو وحده بس هو سر شبع الكنيسه، ووحده فيه هو بس الشبع. العالم كله لا يغني ولا يشبع ولا يروي عطش الإنسان، لكن القلب الفاتر في محبته وقلب جائع يحتاج أنه هو يشبع من ربنا. يقول له شجرة الحياة، أن تأكل من شجرة الحياة، وهنا على الأرض وبعدين برضه هناك في السماء هيعطيه أنه هو يجد لذة ومتعة في الحياة الأبدية ويتمتع بمحبة ربنا، سواء يحب ربنا نفسه ويشعر بمحبته. ودي بترجعنا لأيام موسى في الشريعة لما قال الأول وصية وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك إلى آخر هذه الوصية. أو زي بولس الرسول لما بيقول بيشعر أن محبة المسيح تحصرنا. فالقلب اللي بيحب ربنا، إيه هي بقى علامات المحبة اللي بيشعر القلب لما يشعر بمحبة ربنا؟ ايه هي العلامات اللي بيحس بيها؟ اولا ان الانسان يحس ان هو عايز يتمم وصية ربنا زي ما قالها بالظبط، وبعدين ما يبقاش عنده اي اعتراض او تمرد او تذمر، وبعدين عنده محبة في قلبه لاخواته وحتى لأعدائه يصلي من اجلهم، وبعدين عنده اشتياقات روحية، بيحب الصلاة، بيحب الصوم، بيحب التسبيحة، بيحب الاجتماعات، بيحب أي حاجة يبقى فيها حاجة روحية تقربه من ربنا أكتر. وبعدين نلاحظ بقى هنا حاجة مهمة، إنه بيقول له بيطلب منه التوبة، يقول له توب وإلا فأني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك إن لم تتوب. يعني هو نقص المحبة عايز توبة؟ طبعا، لأن المسيحية علاقة حب. لو ما فيش حب فيعني عايزه الانسان يصحى لنفسه، مش كده ولا ايه؟
عايز الإنسان يهتم إن هو يراجع نفسه، يقول له أتيك عن قريب، ودي توحي لينا بأنه هيروح له مخصوص، هينزل له مخصوص. يعني ينزل مخصوص عشان يدينه. يعني يدينه في إيه بقى؟ بيقول له خلاص أنت لن تستمر كما نار مضيئة طالما فيش محبة في قلبك للمسيح، والمسيح مش بيسكن في الكنيسة ديت، فهتفقد صفاتها كمنارة. واخدين بالكم؟ وعشان كده لازم تتوب. تقول لي يعني هي عدم المحبة عايزة توبة؟ آه طبعا. في إنسان يقول إيه، الحمد لله أنا لا بقتل ولا بسرق ولا بزني ولا 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 ولا. طب أنت فينك من وصية المحبة؟ فين المحبة في حياتك؟ وهنا بقى يقول يوصيه، يقول له اعمل الأعمال الأولى، يعني ارجع تاني، ارجع للحياة الأولانية اللي كنت بتقدم فيها الخدمة بحب وبحيوية وبنشاط وبحركة وبقوة، واعمل الأعمال الأولى، وإلا أنا هاجي أزحزح منارتك. وقبل ما نسيب الحتة دي أذكر لكم حاجة تاريخية هنا مهمة، إن الكلمة دي تنفذت بالحرف. يعني أفسس ديت، كنيسة أفسس دي في تركيا حاليا، أسيا الصغرى. النهاردة تركيا ما فيهاش مسيحيين، فهذه الكنيسة اختفت من الوجود وتزحزحت هذه المنارة زي ما قالوا بالضبط في سفر الرؤيا. لكنه بيرجع برقة بيعاتبه، بيقول له إيه، بس برضو أنا مش قادر أنسى تعبك وأعمالك. يقول له أنا عارف أعمالك، يعني قبل ما يديله العقاب بيقول له وإوعى تفتكر إن أنا مش شايف تعبك وخدمتك وغيرتك على مجد ربنا، أنك أنت لا تقدر أن تحتمل الأشرار. مين هم دول الأشرار؟ القائلين أنهم رسلا وهم مش رسل، يعني زي ناس مندسة في وسطهم وفاكرين وبيعلنوا ان هم من الرسل الحامين للايمان، وهم مش ما لهمش في حمايه الايمان. واخدين بالكم؟ يقول ولم تكل، ولكن عندك انك تبغض اعمال النقلاويين. هنا ابتدى ربنا بقى المسيح يلاطف ملاك افسس، ابتدى يقول له بيشجعه، يعني نيقولاوس ده واحد من الشمامسه السبعه على فكره، وزي يعني كانوا زي التلاميذ كده، كانوا من ضمن السبع شمس اللي اختارهم الآباء الرسل. لكن كان فيهم يهوذا، ده برضو السبع شمس كان فيهم نيقولاوس دوت، لأنه كان له نظرية غريبة شوية، وكان يؤمن أن الزواج على المشاع، يعني أباح الزنا، أن أي واحد يتجوز أي حد وكده هوت، يعني خدت بالكو. فبيذكر بقى هنا الملاك كنيسة أفسس أنه هو بيرفض هذه البدعة ويرفض هذا التفكير، وأسلوب العتاب رقيق جدا، ياريت نتعلم منه. لما بيقول له عندي عليك، يعني بيحاول يعاتبه بينه وبينه، يعني ودي مدرسة نتعلم منها في الكتاب المقدس، نحن لما نعاتب حد بيننا وبينه بالراحة، مش قدام الناس نجرحه ونشوهه، ولكن في السر كده بيننا وبينه. يقول له اذكر من اين سقطت وتب. كل انسان بيعرف هو بيقع منين، بيعرف الشيطان بيجيب رجليه من انهي سكه، فبيقول له اذكر من اين سقطت وتب، بدل ما تخش في حاله الفتور والحكايه ابتدت بالكسل والتراخي والكبرياء وانك مش حاسس مش محتاج لربنا، فاذكر من اين سقطت وتوب. وبعدين يختم الرساله بكلمه جميله قوي، بيقول من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. يعني اللي عايز يسمع صوت ربنا هيسمع الروح القدس اللي بيكلم الكنيسه. والسمع هنا مش مجرد انه يصغي، لا كمان يميز ويطيع الصوت، يعني يخضع للصوت اللي هو بيسمعه، بدل ما يسمع لأصوات العالم وأصوات الشيطان وأصوات الذات، لكن بإرادته يخضع لكلام ربنا اللي هو سمعه. و
وهنا بقى نلاحظ أن ربنا ابتدى بالعتاب بسبب قلة المحبة، ودائما دي سياسة ربنا أن هو بيبتدي يعاتبنا بالراحة بهدوء شديد جدا، عن طريق كلمة مؤثرة، عن طريق وعظة مؤثرة، عن طريق نعمة أو بركة أو عطية يبعتها لك يشعرك بمحبته. وبعدين يقول لك أنا عارف أعمالك، حاجة تخوف يعني، حتى الأعمال الشريرة، يقول لك حتى الأعمال الشريرة، ربنا عارف كل حاجة، شايف كل حاجة وعارف كل حاجة. وختم ربنا الرسالة بأنه هو بيطمئن ملاك كنيسة أفسس. بعد كده ندخل في الرسالة الثانية، رسالة لكنيسة سمرنا. واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، وذا الشيطان وذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ظروف هذه الكنيسة بقى هنا نشوف وضع تاني خالص. إيه بقى؟ كانت كنيسة مضطهدة، ومش مضطهدة وبس، لا، ومقبلة على فترة طويلة هتمر فيها بالاضطهادات. الأول اليهود اضطهدوها، وبعدين اتجمعوا حواليها مجموعة من الناس بيدعوا أنهم مخلصين للإيمان اليهودي، مع أنهم هم يعني ما كانوش يعني ربنا موجود في وسطيهم، كانوا بيتصرفوا بطريقة شيطانية. وبعدين بعد كده الرومان اضطهدوهم على يد نيرون، وبعدين اهو دوموتيانوس اضطهد يوحنا ونفاه في جزيرة بطمس. فربنا بيخبره ان هو هيلاقي اضطهاد لفترة طويلة، واستعمل الرمز فقال له 10 أيام، دول كانوا بيرمزوا لعشرة أباطرة ابتداء من نيرون وانتهاء بدقلديانوس، تحسبهم كده 10 أباطرة اضطهدوا الكنيسة المسيحية. من محبة ربنا وفضله ان هو بيعرفنا بالحاجات اللي بتحصل لنا، وبيكشف لنا احنا اولاده الاسرار اللي ممكن نمر بيها. وسفر الرؤيا ده مليان بالرموز اللي ربنا بيكشف فيها امور كتيرة جدا هتحصل في وقتها، وقد لا يفهم احد تفسيرها الا وقت حدوثها. فمشكلة هذه الكنيسة انهم كانوا يواجهوا اضطهادات تصل الى حد الاستشهاد في خلال فترة اضطهادات عنيفة. الصورة بقى اللي ظهر بها السيد المسيح عشان يتناسب مع ظروف الكنيسة ديت، قال لهم أنا الأول والآخر، الحي وكنت ميتا فعاش. دي صورة تناسب الكنيسة المقبلة على الاضطهاد. فاللي بيعزيهم إن الله هو الأول والآخر. بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن هو لما تجسد واجه الموت، ولما مات المسيح مات من أجلنا وقام الأموات عشان يقيمنا نحن أيضا من الموت. فالقيامة الأولى هنا هي موت الخطية، الموت الثاني هو الهلاك الأبدي. وعشان كده يقول إيه الوعد اللي بيقوله لهم، بيقول لهم إيه، من يغلب له وعد ألا يؤذيه الموت الثاني، يعني هتكون له القيامة الثانية، يعني هيقوم في اليوم الأخير منتصر وغالب ويرث في ملكوت السموات. فالوعد ده هو امتداد للصورة اللي ظهر بها السيد المسيح. ولما بيقول أنا هو الأول والآخر، يعني عايز يقول إن هو بيضم كل الخليقة، سواء الأحياء بالجسد أو الأرواح اللي عايشة في الفردوس، هو الأول والآخر، لا يتم شيء إلا بإرادته وبمشيئته، وكله لخير أولاده. كان ميتا فعاش، يعني هنا بدي الحالة اللي هي السيد المسيح له المجد إن هو عين الموت ثم قام من الأموات.
فعايز يقول له انت خايف من الموت؟ ما بالنسبه لينا احنا المؤمنين الموت ما هوش بالنسبه لنا حاجه مخيفه، لانه احنا بنعتبره ان هو بدايه لحياه جديده، حياه في السماء. ولو جه عصر الاستشهاد يحضرنا كلام السيد المسيح: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، خافوا من الذي له سلطان ان يلقي في جهنم. الموت الثاني اللي هو ان الانسان يهلك بقى في 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 جهنم. عشان كده بنقول ان السيد المسيح له المجد غير لينا مفهوم الموت الجسدي. عشان كده لما العازر مات المسيح قال ايه؟ ما قالش انه مات، قال لعازر حبيبنا ايه؟ قد نام. فهنام هيصحى هيستيقظ. او ابنة ييروس ما بيسأل عليهم انها نائمة فما صدقوش، لكن المسيح دخل واقامها من النوم من الموت يعني. والابن الضال لما رجع الاب قال عليه: لان اخوك هذا كان ايه؟ ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فبنفهم ان الموت هو ان الانسان يعيش في الخطيه. وبعدين الكنيسه سمرنا هنا اللي احنا فيها دلوقتي تعتبر الكنيسه الوحيده في السبع كنائس اللي المسيح ما عاقبهاش. ليه؟ عايشه في ضيق، عايشه في استشهاد، والحاجات دي بتنقي الكنيسه. فعصور الاستشهاد هي أزهى عصور الكنيسة، بتكبر بتنمو بتقوى، بتصفي منها البدع والهرطقات والضيقات والألم كلها بتصفى. وده اللي قاله معلمنا بطرس الرسول لما بيقول: من تألم في الجسد كف عن الخطية. لذلك هنا مفيش عتاب. يعني لما بيقول له انا عارف اعمالك، ده بيطمنه، يعني بيقول له انا عارف ثمرة ايمانك وتعبك لحساب الملكوت وضيقتك، انا عارف انك انت عايش في اضطهاد وفقرك، لانهم صدروا امواله، سواء اليهود او سواء الرومان صدروا امواله، يعني بقى مفلس، مش ما عندوش امكانيات. لكن برضه بيفكروا بيقولوا: مع انك غني. هنا بقى غنى الايه؟ غنى الإيمان، غنى الفضيلة. شوف إزاي. وبعدين يقول على اليهود اللي اضطهدوه في سمرنا أنهم راحوا باعوا نفسهم للإمبراطور، كانوا بيعبدوه ظاهريا يعني عشان يثبتوا له ولائهم وعشان يضطهد المسيحيين. فبيقولوا أنهم يهود وليسوا يهودا. اليهود اللي صح ما يعملوش كده، هم أبناء إبراهيم بالجسد وبالإيمان، ولكن بسبب كبريائهم ما فهموش المسيح جالهم وما عرفوهوش وصلبوه. قال عليهم مجمع الشيطان اللي ما فهمش روح ربنا. وبعدين يقول له جه كلمة عميقة جدا، يقول له: لا تخف، لا تخف. هنا ما قالوش بقى إيه؟ مش هتتألم، أنا أنت صعبت عليا وأنا خلاص هرفع عنك الألم. لا، قال له: لا تخف، أنا مش هقدر أحوش عنك الضيقات والألمات، هتتألم ولكن ما تخافش. فالتجربة بتعطي، بتزكي الإيمان وتقويه، واخدين بالكم؟ ويقول له ما يقوله الروح، للروح بيدعو للتوبة ويشجع الإنسان على احتمال الضيقات. ومن يغلب، يغلب يعني ساعات الشيطان يخوف الإنسان عشان يهرب، يبقى الإنسان عنده شجاعة وعايز يتقدم للاستشهاد، الشيطان يخوفه ويرعبه ويخليه يطلع يجري. وزي ما قلت لكم الموت الثاني هنا دايما مقصود به الهلاك الأبدي، الانفصال الكامل عن الله. وهنا بقى نذكر القديس بوليكاربوس أسقف سميرنا، وده أشهر أسقف من أساقفة سميرنا، وكان لربما يكون هو الأسقف المقصود هنا في الرسالة، وكان تلميذ للقديس يوحنا الحبيب، وتقدم للألمات والعزبات وهو شيخ كبير فوق الثمانين كان سنه. ويذكر له أن هم ألقوه في النار،
فدخل النار بإرادته وإذ النار لم تأذيه، بالعكس خرجت منها روائح زكية جدا وطيبة. فتقدم أحد الجنود وضربه بالسيف فنال إكليل الشهادة. ويقال أن بعض التلاميذ ابتدوا خايفين عليه بسبب كبر سنه، وأنه حتى يتظاهر بإنكار المسيح، فكان يقول لهم إزاي أنكره؟ أنا عشرته 86 سنة ما شفتش منه حاجة وحشة، إزاي آخر الزمن آجي أنكره؟ ده القديس بوليكاربوس. وبكده احنا ننتهي النهاردة من الحلقة بتاعتنا، وأشكركم كتير ونلتقي بكم إن شاء الله في مرات قادمة. شكرا جزيلا.